هل هذا صعب أن يضعوا الوقائع؟ أن يقولوا من أين إلى أين؟ بأي تاريخ؟ كم؟ في أي مكان؟ من هو المسؤول الحكومي؟ من هم الشركاء؟ كيف استفدنا؟ في شيء مخبى بهيك أمور؟ وإذا بيعتبروا في شيء شركة بآخر الكون ممكن يكون إلى ضلع معين مخفي، أنا جاهز. أنا ما بدي أعمل دعوة، أتحدى أن يعطوني فيزا لروح بكرة، بروح وبوجههم. وإن وجدنا 120 مليون دولار في أي قرن بالعالم، إن شاء الله يكون كمان حدا حاططهم باسمي، إذا كان لهم علي خلوني عندهم بالحبس،